وافق مجلس النواب خلال جلسة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن دعم صندوق قادرون باختلاف، بالإضافة للموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. تلا ذلك الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من أكثر من 20 عدد أعضاء المجلس بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. فكرة هذا القانون سيادة الرئيس فكرة طال انتظارها وتجربة فريدة وحقيقية لدعم العمل الأهلي في جمهورية مصر العربية. توحيد الصف اللي بيتم داخل هذا القانون وتشكيل الفكر الاستثماري اللي هنشوفه في الفترة القادمة في العمل الأهلي هو شيء محمود جدا جدا. أنا أوافق على هذا المشروع بقانون المعروض على المجلس الموقر والخاص بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لأنه يأتي تجسيدا لمرحلة ما بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني. وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أشاد خلالها بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما دعا الحكومة إلى أن تكون مشروعات القوانين منضبطة على ذات النهج. في نهاية مناقشة مشروع القانون أثمن غاليا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أسرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بسيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مقدم مشروع القانون على حرفية الصياغة التشريعية التي ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع والتي تعد مثالا يحتذى به ونهجا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى